السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نوري لكم مركز تجاري رائع، يعني مخدوم بديكور جميل جدا في مدينة ميلا بولاية ميلا. إذن هذا المركز التجاري الرائع اللي فيه 7 طوابق وباستثمار من مجمع محلي في مدينة ميلا. وبدن المجمع عنده عدة مشاريع ما شاء الله، وعنده كذلك مش يعني إنجاز مشروع تاع باركينج فيه طوابق ب7 طوابق كذلك، وهذا باركينج من آخر طراز حيث فيه أسانسير يطلع السيارات حتى للطوابق العليا. ويعني الحبذا تكون فيه مستثمرين من هذا النوع اللي يستثمروا في البنى التحتية نتاع البلد، هذا أمر جيد. إذن هذا المركز التجاري هذا راه يعني فيه جانب جزء منه بخصوص للمكاتب، مكاتب الأعمال في الطبقات العليا، يعني في الثلاث طبقات الأخيرة، وال4 طبقات هذه الأولى هي مخصصة للمركز التجاري اللي رانا نشوفوه بمواصفات جيدة جدا، يعني في يعني لي جو دو ليميير، المصاعد الأوتوماتيكية إلى آخره. إذا مبروك الناس ميلا، حتى ولو المشروع هذا عنده يعني حوالي 3 أو 4 سنوات من اللي تبنى، لكن معليش مبروك عليهم، والعقوبة إن شاء الله مشاريع أخرى ولكل ولاية الوطن. والسلام عليكم، خليكم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.